رغم مرور السنوات الطوال وسنين عديدة إلا أنها ما زالت باقية بيننا. وتقول الأغنية مرحب شهر الصوم مرحب، ولكن بصوت الفنان الجميل الرائع المرحوم عبد العزيز محمود، والكلمات للشاعر محمد علي أحمد. وبتقول كلمات الأغنية مرحب شهر الصوم مرحب لياليك عادت بأمان، وبيقولها مع اللحن مرحب شهر الصوم مرحب لياليك عادت في أمان، بعد انتظرنا وشوقنا إليك جيتنا يا رمضان، مرحب بقدومك يا رمضان ونعيش ونصومك يا رمضان. حاجة رائعة جدا تتراقص معها القلوب وليس الأبدان، تتراقص القلوب المؤمنة في خشوع للخالق البارئ الأعظم في شهر الرضا، الشهر الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. بهذه الكلمات بتسري في وجداننا وتسري في عروقنا الدم وخفة الروح المصرية والإبداع الجيد. الكلمات اللي هي مهما يمر علينا من السنوات والعديد من السنوات بننتظر قدوم الشهر الكريم، وبننتظر هذا السيل من الإبداع الجميل في زمن الفن الجميل. مرحب شهر الصوم مرحب لياليك عادت في أمان، بعد انتظارنا وشوقنا إليك جيت يا رمضان. مرحب شهر الصوم مرحب لياليك عادت في أمان، بعد انتظارنا وشوقنا إليك جيت يا رمضان. مرحب بقدومك يا رمضان ونعيش ونصومك يا رمضان، مرحب بقدومك يا رمضان ونعيش ونصومك يا رمضان، بعد انتظارنا وشوقنا إليك جيت يا رمضان. حكاية الأغنية إن في سنة 1966 ذهب الشاعر محمد علي أحمد ليعرض هذه الكلمات على الموسيقار محمد حسن الشجاعي الذي كان يعمل مراقب عام الموسيقى في الإذاعة المصرية، وقد وافق على هذه الكلمات بصفة مبدئية لحين عرضها إلى لجنة الاستماع التي وافقت فيها الأخرى بدورها على هذه الكلمات الجميلة. كل العباد فيك فرحانة بين صلاة والصيام، بين صلاة والصيام، حتى العيون فيك سهرانة مش راضية تنام، مش راضية تنام، ليل ويا نهار يا رمضان وكبر وصغار يا رمضان، ليل ويا نهار يا رمضان وكبر وصغار يا رمضان، بعد انتظارنا وشوقنا إليك جيت يا رمضان. قام الموسيقار محمد حسن الشجاعي بترشيح أحد المطربين لأن يغني هذه الكلمات الجميلة، وبالفعل تم ترشيح الفنان الراحل الكبير عبد العزيز محمود، وعمل كثيرا من البروفات على هذه الأغنية في حديقة معهد الموسيقى العربية. وبعد ما انتهى من البروفات بتاعة الأغنية تم تسجيل الأغنية وأذيعت برضه في نفس العام وهو عام 1966 ولاقت نجاحا كبيرا.